بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 في كتاب أحاديث الفتن والحوادث، وقد بلغ بنا المقام إلى تتمة الحديث عن المسيح الدجال. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث، وفي رواية بعد قوله ولقد كان بهذه مرة ما، ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جبل الخمر. لقد كان بهذه مرة ما أن أحسن الله عملك. ولقد كان بهذه مرة ما أن، ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. هذا الحديث تتمة للحديث السابق، وهو حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وجاء في هذه الزيادة أن أول يأجوج ومأجوج يمرون على بحيرة طبرية فيشربها، فيقول آخرهم إذا مر بها وقد يبست لقد كان بهذا مرة ماء، أي في زمن ماضي. ثم إنهم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، وسمي باسم الخمر لأن فيه شجر يستر ما فيه وما وراءه. فيقولون لقد قتلنا أهل الأرض، ثم يرفعون بسهامهم ورماحهم إلى السماء، فترجع عليهم سهامهم ورماحهم مخضوبة بالدم، أي فيها الدم، فيقولون قتلنا أهل الأرض والآن قتلنا أهل السماء، وهذا من شدة ما هم فيه من الكبر والعجب والتعالي، حتى ظنوا أنهم قهروا أهل الأرض وقهروا أهل السماء. وهذه علامة على عنادهم وكفرهم، أعني يأجوج ومأجوج. نعم. وله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السبارخ التي تلي المدينة. أظن إلى بعض السباخ. أحسن الله عملك. أي نعم. فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس يوم خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال ورأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته وتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط وشد بصيرة، والله ما كنت فيك قط وشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. هذا رواية أبي سعيد الخدري للحديث في صحيح مسلم، وفيها معنى زائد على الرواية السابقة، رواية النواس وتفسير لها، أن الدجال يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإنهما محرمتان عليه. كلما أراد أن يقدم إلى مكة أو المدينة تمنعه الملائكة، والمدينة وقتئذ لها 7 فجج، 7 طرق تنفذ إليها، وذلك أن الدجال يقدم يريد المدينة،
فإذا رأى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بعيد قال هذا القصر الأبيض قصر محمد، فكلما أراد أن يدخل المدينة من فج من فججها استقبله فيها ملكان معهم السيوف مصلتة أي مرفوعة يمنعانه من دخول المدينة، فيذهب إلى بعض السباخ وهي أرض سبخة ذات ملح تسمى بأرض الجرف ولا زالت تسمى بهذا الاسم إلى الآن، وهي خارج حدود حرم المدينة في شمال وادي العقيق عند التلال الحمر أي جبال صغيرة حمر، فيضرب صيوانه، فعندئذ تنتفض المدينة 3 انتفاضات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة، ويخرج إليه شاب قال فيه صلى الله عليه وسلم هو خير أهل الأرض أو من خير أهل الأرض قد ملئ إيمانا، وذلك أن الدجال معه جند ومعه أعوان ومعه مسالح أي رجال معهم السلاح يطوفون على الناس يفتنونهم، فيدعون هذا الشاب يلقونه في بعض الطرق فيدعونه فيقول ألا تؤمن بربنا؟ فيقول ومن ربكم؟ فيقول ربنا الأعور، فيقول أنا أكفر بالرب الأعور الكذاب، فيذهب بعضهم يريد أن يقتله لأنه كفر بربهم، فيقول بعضهم لبعض لا تقتلوه حتى تستأذنوا فيه ربكم، فلا يزالون يرفعون أمره إلى أن يحضر بين يدي الدجال، فيقول ألا تؤمن بي؟ فلا يؤمن به، فالدجال عندئذ يرغبه ويمنيه ويعده، لكن هذا الشاب المؤمن هو خير أهل الأرض وملئ إيمانا لا تغريه مغريات الدجال، فعندئذ ينتقل معه إلى التهديد والترهيب، فيهدده بالقتل ويهدده أنه سيقتله شر قتله، فيثبت هذا الشاب على إيمانه، فيدعو الدجال بالمنشار فينشر هذا الشاب من مفرق رأسه أي وسط رأسه مفرق شعره إلى ما بين رجليه، ولا يصرف ذلك عن عقيدته ولا عن دينه، بل يثبت ويرسخ ثم يجعل بين هاتين القطعتين مسافة فيذهب بينهما ذهابا وإيابا، فيقول لأتباعه هذا أنا أمته والآن أحييه، فيحييه ويقول عد كما كنت، فيرجع هذا الشاب كما كان، فيقول له الدجال الآن أحييتك بعدما أمتك أفلا تؤمن بي؟ فلا يزداد هذا الشاب المؤمن إلا رسوخا وثباتا على دينه وعلى عقيدته، فيقول والله ما ازددت بك إلا يقينا، أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب الدجال يريد أن يقتله يغضب ويحنق عليه، فيأخذ السكين يريد أن يباشر قتله بنفسه فيجريها على رقبته، فلا تجري السكين على رقبة هذا الشاب، وإنما تكون رقبته كما جاء في بعض الآثار كالنحاسة لا تجري عليها هذه السكين، فيعلم الخبيث أن شأنه إلى سفال وأن أمره وفتنته إلى زوال، فيهرب عندئذ إلى أرض بيت المقدس وفيها حتفه لأنه قد اجتمع فيها جنده وأعوانه من اليهود. نعم. وله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج، قال فيقولون له أوما تؤمن بربنا؟
فيقول ما بربنا خفا. نعم، في هذه الرواية، رواية مسلم عن أبي سعيد، أن هذا الشاب المؤمن هو الذي يعمد ويتوجه إلى هذا الظالم الكذاب الدجال الأعور ليفضحه وليرد عليه دعوته، فيقولون، فتقول له مسالحته أصحاب السلاح من جنده: أو ما تؤمن بربنا؟ قال: ليس بربنا خفى، يعني ربنا بين معروف. بماذا ربنا بين معروف؟ بما تعرف الله عز وجل إلينا، فإن الله تعرف إلينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا يخفى علينا ربنا من هذا الكذاب الدجال الذي يدعي أنه رب العالمين. إذا كان ما هو ما دون الربوبية في شأن النبوة لا يخفى أمر النبي الصادق من النبي الكاذب المدعي للنبوة، فكيف الشأن في الربوبية؟ فيذهب بعضهم يريد أن يقتله فيقول: لا تقتلوه حتى تستأذنوا فيه ربكم. نعم، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. نعم، فيه أن الدجال يعذبه لأنه فضحه، فإن هذا الشاب المؤمن الصالح العالم إذا رأى الدجال على صفته ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، هذا الأعور الكذاب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. دل على أن هذا الشاب المؤمن الذي هو خير أهل الأرض وقتئذ، أو من خير أهل الأرض، عنده إيش؟ عنده علم، ولهذا عرف الدجال بصفته، بوصفه الذي وصفه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أن النجاء من الفتن، وأعظم الفتن الدجال، النجاء منها هو بالعلم الشرعي الصحيح. أما ضعيف العلم فإنه يورثه حماسة واندفاع، وهذه الحماسة والاندفاع قد ترديه فيريه الحق على أنه حق وفي الحقيقة هو باطل، ويظن السنة سنة وهي بدعة. دل على أن الميزان والمعصم للنجاء من هذه الفتن، وأعظمها فتنة الدجال، هو بالعلم والعمل به والثبات على الدين. نعم، قال: فيقول: أما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته لا ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وفي هذا أيضا أن الدجال يعجز عن قتل هذا الشاب المؤمن، وأنه لن يسلط على أحد من المسلمين بعده إذا عجز عن قتله. لكن ليستتم كذب الدجال ومخاريقه وتلبيسه، يري الناس أنه أخذه من رجليه فقذفه، فيظن الناس من أتباعه ومن الجهال أنه قذفه في النار، وهو في الحقيقة إنما صار إلى الجنة. وهذا فيه أنه صاحب علم، لأنه ينادي: إنه لا يسلط على أحد بعدي،
إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الشاب المؤمن: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. لماذا؟ لأنه دافع ونافح عن توحيده وعن ربوبية ربه لما نازعه هذا الكذاب الأعور المسيح في أنه رب العالمين. لماذا سمي الدجال بالأعور والمسيح والكذاب؟ سمي بالأعور لأنه أعور العين اليمنى، كما مر في الحديث حديث النواس أن عينه كأنها عنبة طافئة تشبه أو يشبه عبد العزة ابن قطن. وهو المسيح لأنه ممسوح العين، ويقال المسيخ بالخاء المعجمة، يعني لأن خلقته خلقة مسخ، ممسوخ الخلقة، عريض الجبهة، على عينه جلدة غليظة، وهو أحمر البشرة، ليس بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم، بل ربعة، عريض ما بين المنكبين، شعره شديد الجعودة، شديد الجعودة قطط، أفجح ما بين القدمين، إذا مشى باعد بين ساقيه. هذه من جملة أوصافه الخلقية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أنه يولد من أبوين يبقيان نحو 30 سنة عقيمين لا يولد لهما، ثم يرزقان بهذا المسخ الأعور الكذاب الدجال، وأن الله يؤيده بأنواع الخوارق ليمتحن به الناس. هذا الشاب من علمه وإيمانه وتوحيده هو الذي يقصد الدجال ويتجه إليه ليفضحه ويكشف كذبه ودجله، وهذا هو أعظم الناس شهادة، مع أن الدجال ما قتله لكنه نال بثباته وبمهمة الدجال لقتله نال درجات الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنه خير أهل الأرض أو من خير أهل الأرض. وها هنا يقول إنه أعظم الناس شهادة عند الله عز وجل، لأنه ذب ودافع ونافح عن توحيد ربه والإيمان به ربا. نعم. وله عن المغيرة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته فقال أكثر مما سألته. نعم. أحسن الله إليك. ما سأل أحد للنبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته فقال: وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك. قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار. فقال: هو أهون على الله من ذلك. وفي رواية: أي بني. نعم، هذه رواية مسلم الأخرى عن المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه، فإن الناس تحدثوا عن الدجال وأصبح هو حديثهم وهجيراهم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام حذر منه، وكان أشد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام تحذيرا وإعذارا وإنذارا وبيانا لخطره، لأنه خارج لا محالة في أمته. قال المغيرة: يا رسول الله، لما سأله عن الدجال قال: ما سأله أحد أكثر مما سألت، أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: أي بني. وهذا فيه تحننه وشفقته على الصحابة رضي الله عنه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. قال: وما ينصبك منه؟ أي لا يهمك ولا يمرضك ولا يشغلك، شأنه أحقر من هذا كله. قال المغيرة: يا رسول الله، يقولون، أي مما سمع من الحديث الذي يتناقله الصحابة ويتناقله غيرهم، إن معه جنة ونار، يعني من فتنته. قال صلى الله عليه وسلم محقرا شأنه ومزدريا في أمره: إن شأنه أهون من ذلك، يعني إن فتنته
أحقر من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. وهذا معنى قوله في حديث النواس سابقا: فخفض فيه النبي ورفع. خفض أي من شأنه ومن بدعته، ورفع أي من عظيم البلوى والامتحان به. ولهذا أهل الإيمان لا يهمهم أكبر دجال ولا أصغر دجال، لأنه مكشوف عندهم بالعلم وبالإيمان الذي ثبتوا عليه ولم يزايدوا على دينهم. في الفتن والملاحم والحوادث الخوف علينا نحن أيها الإخوة، نعم الخوف علينا نحن أن لا نثبت عند أدنى امتحان، أن نزايد على ديننا، أن نبيع عقيدتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الفتن في آخر الزمان: فتن كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. لماذا؟ رق دينه وخف شأنه عنده، حتى إنه باع دينه بعرض يسير من الدنيا. هذا الخوف الحقيقة، أن يزايد ويماري ويسترخص الإنسان دينه وعقيدته وإيمانه عند أدنى فتنة وعند أدنى محنة. أما أهل العلم وأهل الإيمان وأهل التوحيد فهم قوم ثبت على دينهم، مهما امتحنوا عليها هم ثابتون ثبوت الجبال الرواسي. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا أيضا من فتنة المسيح الدجال. نعم. وله عن ابن عمرو رضي الله عنهما: وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما، لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرك البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير، مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ولا تستجيبون، فيقولون: فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم أحسن الله منك، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغي ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله، مطرا كأنه الطل أو الظل، نعمان الشاك نعمان أحد رواة الحديث، نعم، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال له: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، أي نعم. ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، نعم أحسن الله عملك. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذاك يوم يكشف عن ساق. هذا رواية مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهي توضح الروايات السابقة. وهذا فقه الشيخ المجدد المؤلف
الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه ساق الروايات الصحيحة في أمر الدجال يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ أي في أمر الدجال، تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، تقوم إلى كذا وكذا، أي إذا ظهرت هذه العلامات. فقال عبد الله بن عمرو: سبحان الله أو لا إله إلا الله. وهم بهذا يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغه الأمر الغريب العجيب المستنكر، سبح الله وذكره وهلله. قال: لقد هممت أن ألا أحدث أحدا شيئا أبدا. ليه؟ ليس كتمانا للعلم حاشا وكلا، وإنما لئلا يفهم حديثه على غير معناه، لئلا يسيء فهمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قلت يبين ها هنا الكلام الذي قاله لا الذي فهمه هذا أو نقل إليه. إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرك البيت، البيت يعني من شدة الفتن حتى أن البيوت كأنها تتحرك، أو يحرك البيت يعني هذه الكعبة. ومعلوم أنه في آخر الزمان أن الكعبة إيش؟ ستهدم، سيهدمها ذو السويقتين من أرض الحبشة. يقول عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليه معه المعول راق على البيت يهدمه من عظيم الفتن. ويكون ويكون. ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. وهذا جاء مفسرا في حديث النعمان أنه يبقى كم؟ 40 يوما في حديث النواس السابق، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. قال صلى الله عليه وسلم: فيبعث الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن ينزله من السماء. وقد مضى معنا أنه ينزل كيف؟ واضعا كفيه على جناحي ملك، ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة، أي من أثر النعيم فيها، وإذا رفعه تحدر منه الجمان كاللؤلؤ. قال صلى الله عليه وسلم: كأنه، أي عيسى بن مريم، عروة بن مسعود. من عروة بن مسعود؟ أخو نعيم بن مسعود، وكلاهما من سادات ثقيف. عروة بن مسعود الثقفي شبه النبي عيسى به، فيطلبه، يطلب عيسى الدجال فيهلكه. أين يهلكه؟ عند باب لد كما سبق. ثم يمكث الناس، أي بعد هلاك الدجال، 7 سنين، حتى إن الخير ينزل فيهم، دارة أرزاقهم، عظيمة خيراتهم، مؤتلفة قلوبهم، ليس بين اثنين عداوة، أي أن العداوة والبغضاء والغل والحسد والشنآن ينزع من صدورهم. ثم بعد هذه المدة وفيها إنزال المطر الذي لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، وتكفي اللقحة من الإبل الفئام من الناس، واللقحة من البقر القبيلة، والرسل من اللبن يكفي الجماعة، ويستظلون بقحف الرمانة، وتكفي الرمانة الواحدة العصابة. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، هذا معنى أنها ريحا طيبة، ريحا باردة من قبل الشام، أي أنها شمالية. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أي من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل أي في جوفه لدخلت عليه هذه الريح حتى تقبضه. من يبقى بعد هؤلاء؟ يبقى شرار الناس، وشرارهم هم الكفار المشركون، لا يعرفون الله ولا يعبدونه. من صفات عقولهم أنهم في خفة الطير،
وفي أحلام السباع، أي أنهم فجرة ظلمة في خفة الطير في سرعتهم إلى الشر والباطل والفتنة والحرب والقتل، وفي أحلام السباع في عقول الحيوانات المفترسة، عقول البهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا غروة. فليس بعد الكفر ماذا؟ ليس بعد الكفر ذنب. فيتمثل لهم الشيطان في صورة آدم فيقول لهم ألا تستجيبون، فيقول ماذا تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان لما وجدوا آثارها معظمة منصوبة في الميادين وفي المتاحف في المجالس، وهم في خير من دنياهم، دار رزقهم، رزقهم يمشي عليهم، حسن عيشهم في ترف، فيعبدون الأوثان. ولهذا في الحديث الصحيح الذي مضى لا تمضي الليل لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى، ولا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان ويلحق فئام من أمتي بالمشركين. فبينما هم في هذه الحالة الشركية الكفرية العظيمة ينفخ في الصور. أي النفخات؟ النفخ في الصور نفختان، نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق، ثم النفخة الثانية نفخة القيام. وقد أشكل على بعض أهل العلم ورود آيتي سورة النمل في آخرها والزمر في آخرها. في آخر النمل يقول الله جل وعلا ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. في آخر سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ظنها بعض أهل العلم ثلاث نفخات، فزع وصعق وقيام، والصحيح أنها نفختان كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفخة الأولى نفخة طويلة أولها فزع، ويصغي ليتا ويرفع ليتا، يعني يصغي جهة من جهات وجهه ويرفع جهة أخرى، يسمع بأذن ويتوحى بالثانية، هذه أولها الفزع آخرها الصعق. وهذا له مثال يقرب معناه، صفارات الإنذار أصواتها قوية ولا ضعيفة؟ قوية. أول ما يبدأ صوت هذه الصفارات إيش؟ ضعيف، ثم يشتد يشتد إلى أن يكون قويا. هذا يقرب معنى النفخ في الصور، أن أولها فزع حتى يصغي ليتا ويرفع ليتا، وآخرها صعق. ثم بعد ذلك يبقون 40 عاما كما جاء في حديث البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور في القرن نفخة أخرى وهي نفخة القيام. قبلها يبعث مطرا كالظل أو كالطل كماء الرجال، فينزل على الأرض فتنبت الأجساد، أجساد الأموات من الإنس والجن، كما تنبت الحبة في حميل السيل. من أين تنبت؟ من عصعص المخلوق، من عجب الذنب العصعص، وهو مقدار عظمة مثل رأس الإبرة، فمنها يركب البدن بهذا الماء الذي بعثه الله، تبقى أجسادا بلا أرواح. فيأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية، نفخة البعث، نفخة القيام. فإذا نفخ فيها كما قال جل وعلا
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تتطاير الأرواح، الأرواح تتطاير، فتنزل كل روح على جسدها الذي منه خرج، فعندئذ يقوم الناس لرب العالمين قيام البعث وقيام القيامة. فيؤمر آدم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار، أي نصيب أمتك إلى النار. فيقول آدم: من كم يا ربي؟ لأنه لا يدري. فيقال: من كل 1999 إلى النار، وواحد من بني آدم هو الناجي. ألا ما أعظم المصيبة، وما أشد الهول، وما أعظم الكرب. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك يوما يوم يجعل الولدان شيبة، الولدان الصغار يشيبون من هوله. من يضمن أنه الناجي؟ واحد بالنسبة إلى الألف. وذاك يوم يكشف عن ساق، يعني شدة ذلك اليوم كربته. وقد جاءت البشارة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر من؟ يبشر أمته، فيقول: منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999 إلى النار، فداء لهذه الأمة في نار جهنم. ويوم القيامة يوم يكشف عن ساق، كما تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها، أي عن شدتها وعن هولها. وفي يوم القيامة في المقام العظيم كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع الناس في صعيد القيامة وهم في هول وكرب شديدين، يقول الله جل وعلا: لتتبع كل أمة من كانت تعبد، من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، من كان يعبد القمر يتبع القمر، من كان يعبد الحجر والشجر يتبعهما. فيبقى هذه الأمة لم تتبع أحدا تنتظر ربها، يبقى هذه الأمة فيهم منافقوها. قال: فيأتيهم ربهم جل وعلا في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها. لله صورة لائقة به، تعرف الله بها إلينا في أسمائه وصفاته الحسنى والعليا، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت لست ربنا. لم يخف عليهم ربهم، كما أن هذا الخبيث الدجال في الدنيا ادعى أنه ربهم ولم ينطل هذه الدعوة ولا شبهاته ولا مخاريقه ولا شره على المؤمنين. يقول: أنت لست ربنا. ثم يأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها، أي بما تعرف الله به إلى عباده المؤمنين في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويكشف سبحانه عن ساقه، فإذا رآه المؤمنون عرفوا أنه ربهم فخروا له سجدا، لأنهم عبدوه في الدنيا وهم لم يروه، صلوا له وسجدوا وركعوا وهم لم يروه، فكيف إذا رأوه بما عرفوه به من كمال أسمائه وصفاته، يخرون له سجدا تعظيما وعبودية. يذهب المنافقون يريدون أن يسجدوا كما سجد المؤمنون، قال صلى الله عليه وسلم: فتبقى ظهورهم كالخشبة، كلما هم بالسجود ارتد وسقط على ظهره. وهذا قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لما؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا، أي في الدنيا، يدعون إلى السجود وهم سالمون، لكنهم لم يسجدوا لما قام فيه من النفاق والرياء الذي منعهم من الإيمان والتوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قصة الجساسة. نعم. لما ذكر خبر الدجال
ونوع فيه بذكر الأحاديث أورد لكم حديث الجساسة، وهو حديث في صحيح مسلم رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم بن أوس الداري، وهذا من غرائب الروايات، يرويه النبي عن صحابي رآه مقررا له. والجساسة هي هذه المخلوقة العجيبة الغريبة التي سمي الحديث الطويل باسمها، وأهل العلم يسمون الأحاديث بلفظة منه أو بقصة وروده، كما سمي حديث جبريل بحديث جبريل لأنه جاء يسأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، وهذا من باب الاصطلاح. فاسمعوا هذا الحديث وتفكروا فيه لأنه يؤيد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال. ومن فقه الشيخ المصنف أنه لم يبتدأ أحاديث الدجال بذكر حديث الجساسة، إنما ابتدأ بما هو آصل منه ثم جاء بحديث الجساسة يفسر ما سبقه من الرواية الصحيحة. وجل ما بنى عليه هذا الباب هي أحاديث في صحيح الإمام مسلم، أوردها في كتاب الفتن وأشراط الساعة. نعم، أحسن إليك. قال رحمه الله تعالى: وله في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. ها، وله أي لمسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا إليه فصلى بهم، فلما قضى صلاته قام وجلس على المنبر وهو يضحك يتبسم عليه الصلاة والسلام، وكان إذا ضحك لم ترى من أسنانه إلا أنيابه، لا يفغر فاه حتى ترى لهواته لكمال شمائله ولحسن دله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ليلزم كل إنسان مصلاه، خلكم في أماكنكم. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ لما نادى فيهم الصلاة جامعة قالوا رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. ثم قال: والله إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا خائفا ولا راجيا، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا. تميم الداري هو أبو رقية من أرض الأردن من قبائل لخم، وكان على دين النصرانية، ثم إنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. ما سبب إسلام تميم؟ هذه القصة التي سيذكرها النبي عنه، هذه القصة التي كانت سببا لإسلام تميم ورهطه. جاء تميم من بلاد الأردن من أرض البلقاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وحدث رسول الله حديثا عجيبا غريبا، فوافق حديثه ما كان حدث النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الدجال في بيان خطره وفتنته وشره. قالوا: وفيه من لطائف العلم أن هذا الحديث رواه من عن من؟ رواه النبي عن تميم، فأقره عليه، مع أن تميم لم يوحى إليه لكنه شهده في الواقع، فوافق حديث تميم رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثه الصحابة عن الدجال، لكنه استشهد به لأنه يعزز ويصدق ما سبق أن أخبرهم عن فتنة هذا الخبيث. قال صلى الله عليه وسلم: حدثني، أي تميم. نعم،
حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذم، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الديار فإنه إلى انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير أحسن الله إليك نعم. انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. يقول صلى الله عليه وسلم إن تميما حدثني أنه ركب ومعه 30 رجلا من قبيلته لخم ومن جذم، وهما قبيلتان من قبائل العرب في بلاد الغساسنة، فاغتلم البحر، اغتلم يعني هاج وماج، ولا يدرون إلى أين يتجه هذا البحر وإلى أين يتجهون في سفينتهم، وهي سفينة كبيرة، واستمروا على هذا الاغتلام والهياجان لا يدرون وجهتهم شهرا كاملا، يمر عليهم يوم وليلة يوم وليلة مدة شهر. قال ثم أرفعوا إلى جزيرة، أرفعوا يعني نزلوا إلى جزيرة، ولما كانت الجزيرة ترتفع شيئا فشيئا والسفينة الكبيرة لا تستطيع أن ترفع بالجزيرة، نزلوا في أقربها، كل سفينة كبيرة فيها أقرب صغار يركبونها إلى أن ينزلوا على الساحل، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة، لقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر حتى إنه من شدة كثرة شعرها لا يعرفون مقدمها من مؤخرها، لا دبرها من أين؟ من قبلها لشدة كثرة شعرها، فقالوا ويلك يعني وش أنت؟ فقالت أنا الجساسة، أنا الجساسة. فقالوا وما الجساسة؟ ظنوها جنية. فقالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، الدير اسم للمكان المغلق، حصن أو بناء مصمت يسمى ديرا، ومنه سمي دير النصارى أي مكان عبادتهم دير، لأن القساوسة والرهبان والشمامسة يمكثون فيه لا يخرجون، فإنه إلى خبركم أي هذا الرجل في الدير إلى خبركم بالأشواق. لما سمت لهم رجلا خافوا منها، قال فرقنا منها أن تكون شيطانة يعني جنية عفريتة نعم. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. نعم، رأوا إنسانا عظيم الخلقة أي أنه ضخم في خلقته وجسده وبدنه، ورأوه أنه موثق مربوط رباطا محكما، وقد جمعت يداه إلى عنقه توثيقا بهذا الرباط، وجعل ما بين ركبتيه إلى كعبيه موثقا بماذا؟ بالحديد، مربوط لئلا يخرج، وهذا مما ضربه الله عز وجل لهم بهذا المثل على أن الدجال موثق مربوط لا يخرج حتى يأذن الله عز وجل بخروجه. نعم. قلنا ويلك ما أنت؟ فقال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم. حين اغتلم يعني حين هاج، هاج وماج. نعم. فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة. ما معنى جلسنا في أقربها؟ يعني في قوارب السفينة، ليس في أقرب الجزيرة، وإنما قوارب السفينة الصغيرة التي
نزلنا منها حتى جئنا إلى جزيرتك. نعم. فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر، لا ندري ما قبله من دبره من كثرة الشعر. قلنا ويلك ما أنت؟ فقالتنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال فأخبروني عن نخل بيسان. يعني هذا الدجال الموثق بالحديد والحبال، يداه إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، كان يرادهم الكلام ويتكلم معهم بأي لغة؟ بالعربية، باللغة العربية، لأنهم قوم من العرب. طيب الدجال يعرف العربية؟ نعم، هذا مما علمه الله إياه، فكان بينهم وبين الدجال هذه الأسئلة والمجاوبات. نعم. قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر. سألهم أولا عن نخل بيسان. بيسان مدينة في فلسطين في جنوبها، وفيها نخل، والنخل لا ينبت إلا في الأرض الصحراوية. وسألهم عن هذا النخل أما زال يثمر؟ قال نعم. ويطلع نخلها؟ قال نعم. قال أما إنه سيأتيه وقت يوشك ألا يثمر، أن يكون نخلا بلا ثمر. هذا العلامة الأولى لخروج الدجال. نعم. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب؟ قال أخبروني عن عين زغر. نعم. سأل أيضا عن بحيرة طبرية، هذه البحيرة العذبة الكائنة بين الأردن وبين فلسطين، تصب فيها أنهار تأتي من لبنان، من مزارع شبعة، ومن سورية. سأل عن هذه البحيرة العظيمة هل ما زال فيها ماء؟ قال نعم. قال أما إن ماءها سينضب، وقد قال له تميم وأصحابه إنها كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. ومعلوم أن ذهاب ماء طبرية يكون بعد الدجال إذا خرج يأجوج ومأجوج، ويحتمل أن ماءها ينقص جدا إلى قرب الدجال ثم ينضب بعد قتله. نعم. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء ذلك العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. نعم. الدجال ساق الله له أهل تلك البلاد، فإن تميما ورهطه من لخم وجذم من أهل فلسطين وتخوم الأردن والبلقاء، يعرفون نخل بيسان ويعرفون بحيرة طبرية ويعرفون عين زغر، وهي عين في جنوب هذه البلاد. فسألوه عن مائها، قالوا هي كثيرة الماء، ماؤها كثير وأهلها يزرعون من مائها. قال أما إن ماءها سينضب. ثم سألهم السؤال الرابع الذي هو سبب إسلام من؟ إسلام تميم بن أوس الداري ورهطه لما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبروني عن نبي الأمتين ما فعل. قال قد خرج من مكة ونزل بيثرب. نبي الأمتين، من الأمتان؟ الإنس والجن. نعم، لأنه بعث إلى الإنس والجن جميعا صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأنذركم به ومن بلغ.
نعم. قال: أخبروني عن نبي الأمتين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل بيثرب. قال: قاتله العرب. قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال: قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قد كان ذلك أي وقع ذلك ما يدري، لو كان ربا لعلم الغيب لكنه لا يدري. نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. ها، سألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام نبي الأمتين، قالوا: قد خرج. ما الذي أدرى تميما ورهطه بخروجه؟ تسامع الناس بذلك وبلغت أخبار النبي إلى أطراف الدنيا. لماذا يا أخواني؟ لأن حديث تميما كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قد خرج من مكة ونزل في يثرب في المدينة. ولم يعرف تميما أن يثرب غير اسمها من أين إلى أين، من يثرب إلى المدينة، ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية المدينة بيثرب، إنما جاء ذكرها في القرآن على جهة الخبر: يا أهل يثرب لا مقام لكم، وأما اسمها فالمدينة. ما كان لأهل المدينة من حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال: قاتله العرب. فقال: نعم، قاتله العرب، ولهذا قاتل أهل مكة وغزاهم وغزوه وغزا غيرهم. قال: كيف صنع بهم؟ قال: فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. من يليه أي من حواليه. ولم يستتم بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء العرب، لأن لخم وجذام لم تسلما بعد. فقال لهم: أقد كان ذلك؟ فقلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. خير للعرب وللعجم وللعالمين أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما جعله حارسا على الصدقة، فجاء الشيطان فسرق منها، فقبض عليه أبو هريرة ليلة والثانية والثالثة. ماذا قال لما أراد أن يسلمه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أدلك على ما هو خير لك؟ إذا أويت إلى فراشك فقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، ولا يقربنك شيطان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ صدقك وهو كذوب، إن صاحبك البارحة هو الشيطان. فالشيطان قد يصدق، والدجال أيضا قد يصدق، أما إنه خير لهم أن يطيعوه. نعم. وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. يقول: أنا مخبركم عني، أنا المسيح الدجال. أخبر عن اسمه الشرعي، فهو مسيح لأنه ممسوح العين ومسيح العين، وهو دجال، وهو دجال كذاب. قال: وإني أوشك، أي أن الأمر قريب لما استعلمهم بهذه الأشياء. أوشك أن يؤذن لي في الخروج. من يأذن له؟
الله جل وعلا إذا أراد أن يبتلي به الناس في آخر الزمان. ولهذا الدجال وعموم الفتن والمحن إنما هي بلاءات واختبارات من الله لمن يؤمن أو لا يؤمن. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. يطأ الأرض كلها من شرقها إلى غربها. ما هي آلته؟ يخلق الله له الآلة التي تنقله بسرعة. وقد مثل النبي ذلك بقوله كالغيث إيش؟ استدبرته الريح إلا بقعتين فإنهما محرمتان عليه. البقعة الأولى إيش؟ مكة، حرم الله، والله جل وعلا يقول في مكة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمدينة وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما أراد أن يدخل مكة أو المدينة دل على أنه سيحاول. تمنعه من؟ الجوازات أو الشرطة؟ تمنعه من دخول مكة والمدينة ملائكة الله، يستقبله ملك معه السيف مصلة أي مرفوعا، يمنع الدجال من دخول هذه البقاع المحرمة المعظمة. وإن على كل نقب أي طريق وفج من هذه المدينتين ملك، ملائكة يحرسونها. فطعن النبي صلى الله عليه وسلم بمخصرته أي بعصا معه، قال هذه، طعن بالمنبر، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني هذه المدينة التي هي محرمة عمن؟ على الدجال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. أخبر النبي الناس عن ذلك وصدقوه، لكنه فرح عليه الصلاة والسلام بأن وافق حديث تميم الذي رآه وقومه بأعينهم، وافق ما كان أخبرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشاهد إذا طابق المخبر كان أوثق وآكد في تحقيقه. نعم. فإنه أعجبني حديث تميم لأنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو أو ما بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي حفظت هذا؟ فاطمة بنت قيس. في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إنه في بحر الشام، ما هو بحر الشام؟ بحر الروم المسمى الآن البحر الأبيض المتوسط. ألا إنه أو في بحر اليمن، بحر اليمن بحر العرب والمحيط الهندي، لا بل هو من قبل المشرق في جزائر البحر في قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أين الدجال، لأن الله عز وجل لم يطلعه على ذلك الغيب، لا يعلم أين هو صلى الله عليه وسلم. ولو علم الناس أين هو لما غيروا أمر الله، لأنه سيظهر لابد لا محالة في آخر الزمان، إذ ليس في معرفتهم أين هو أي مصلحة وأي ثمرة، لأن الدجال خارج لا محالة وسيطأ الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الجساسة الذي رواه مسلم في الصحيح، وهو يؤيد خبر الدجال الذي بينه وفصله وحذر منه ومن فتنته نبينا عليه الصلاة والسلام.
سيعود المصنف مرة أخرى إلى بيان فتنة الدجال وتحديدا للموضوع وعنصرة له، سيذكر طرفا من فتنته وطرفا من أتباعه وطرفا من أسباب العصمة منه ومن شره. نعم. وله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من نقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق، وفي لفظ: فيأتي سبخة الجرف. يخرج إليه منها كل أحسن عملك. يخرج إليه منها كل كافر ومنافق، وفي لفظ: فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه. نعم، هذه رواية أنس وهي في صحيح مسلم، أنه ما من بلد إلا سيطأه الدجال والمؤمنون سيهربون منه، سيهربون منه، وهذا فيه فضل سكنى مكة والمدينة، ومع ذلك فإن البقاع لا تزكي أحدا، فإن من سكن المدينة لن ينجو من الدجال إلا إن كان مؤمنا موحدا تقيا، لأن المدينة سترتجف 3 رجفات، إذا جاء الدجال وهم بالدخول إليها تمنعه الملائكة، فينزل في الأرض السبخة ذات ملح عند الجبال الحمر تسمى أرض الجرف، وإلى الآن تسمى بهذا الاسم في المدينة، فترتجف المدينة عندئذ 3 رجفات، يخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم. وله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهودي أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. هذا الحديث في بيان من هم أتباع الدجال، وأتباع الدجال 6 أصناف. الصنف الأول: كل كافر ومنافق ومنافقة، دليله أن المدينة ترتجف فيخرج منها كل كافر ومنافق ومنافقة فيتبع الدجال. سبحان الله العظيم، المدينة فيها منافقون وفيها كفرة. نعم، الذي لا يصلي كافر ولو سكن وسط الكعبة، فأتباع الدجال كل كافر ومنافق ومنافقة، وأنه يضرب رواقه يعني صيوانه، ورواقه دل على أنه لا يطيل المكث، فإن الرواق رواق الخيمة وسرادق الخيمة. الصنف الثاني من أتباع الدجال اليهود، واليهود ينتظرون الدجال أن يخرج، ينتظرونه أن يخرج ليحاربوا معه المؤمنين والمسلمين، وفي هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصبهان. أين أصبهان؟ مدينة عظيمة في بلاد فارس في إيران، وفيها اليهود إلى الآن، والعجب أن اليهود فيها معظمون. اجلس يا ولد، اجلس، أشغلتنا بالقيام والقعود، اجلس. يخرج إلى الدجال من أهلها اليهود، واليهود في تلك البقاع معظمون مقدمون، وأهل السنة مرذولون محتقرون مضطهدون للأسف الشديد، لما خذلناهم نحن أهل السنة. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من أصبهان 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة يتبعون الدجال. الطيالسة أي غطاء الرأس متصل بثيابهم، دل على أن اليهود من أتباعه ومن أعوانه ومن جنده، وسيحارب الدجال ومعه اليهود المؤمنين المسلمين. الصنف الثالث من أتباع الدجال النصارى المثلثة المشركية،
سيتبعون الدجال إلى أن ينزل عيسى، فإذا نزل عيسى خذلوا الدجال. قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الصنف الرابع من أتباع الدجال الوثنيون المشركون. لماذا؟ لأن هؤلاء الوثنيين تعلقوا بالأوثان شمسا وقمرا وحجرا وشجرا، فإذا جاءهم الدجال معه هذه الخوارق ظنوا أن هذا هو ربهم. البوذي يعتقد في بوذا، فإذا ظهر الدجال بخوارقه ظن أنه هو ربه. وكذلك الهندوكي والمجوسي والوثني. الصنف الخامس من أتباع الدجال عباد القبور والمقامات والمزارات والأضرحة، الذين اعتقدوا بالسادات والأولياء أنهم ينفعونهم ويضرونهم، يحققون لهم رجاءهم، يجيبون دعوتهم، يكشفون ضرهم، يردون غائبهم، يشفون مريضهم. تعلقوا بمن تحت الأرض، سيدي فلان والولي الفلاني. عباد القبور والمقامات والأضرحة سيتبعون الدجال. لما؟ لأن معه من الخوارق ما تطيش به قلوبهم، يظنون أن هذا هو ربهم. الصنف السادس من أتباع الدجال النساء. نعم، لأنهن سريعات التقلب، تحكمهن عواطفهن، يقل فيهن العقل ويضعف فيهن الإيمان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. دليل ذلك أن النساء سيتبعن الدجال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وليعودن الرجل إلى حميمه. من حميمك؟ زوجتك. وليعودن الرجل إلى حميمه وإلى أمه وإلى أخته وإلى بنته فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرجوا فيتبعوا الدجال لعظيم فتنته وخطره كما سيأتي. هذا الصنف إيش؟ السادس. نكمل ولا يكفي؟ باقي صنفان. ومعرفة هذه الأصناف مهمة جدا لتحذر أن تكون منهم. الصنف السادس من أتباع الدجال الأعراب. لماذا الأعراب؟ لأن الأعراب قليل العلم، وعدو الدجال من هو؟ راسخ العلم. ولأن الأعراب ضعيف الإيمان، يخدعهم ويسحرهم بفتنته وزبرقه وكذبه ودجله وشهواته وشبهاته. روى الإمام أحمد وغيره أن الدجال يأتي إلى الأعرابي في ذوده، في البر، في البادية، عند الإبل، عند البقر، عند الغنم، الأعرابي عند ذوده، فيمر عليه الدجال، لأنه لن يطأ، لن يدع قرية أو أرضا إلا وطأها، إلا وطئها. فيأتي إلى الأعرابي عند ذوده فيقول: يا فلان، ألا تؤمن بي؟ عرف اسمه لأن الله عز وجل علمه. ألا تؤمن بي؟ قال: من أنت؟ يقول: أنا ربك. ويراه أعور. قال: ربي وأعور، أنا أكفر بهذا الرب الأعور. من يقوله؟ هذا البدوي الأعرابي. ويحلم الدجال عليه ويستدرجه فيقول: يا أعرابي، أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ لأن أبا ذلك الأعرابي وأمه قد مات. يقول: نعم، المحيي المميت هو الله، أحيهم وأنا آمن بك. فيولي الدجال عنه، والدجال معه جن وشياطين، فيأمرهم فيتمثلوا في صورة أبي ذلك الأعرابي وفي صورة أمه،
يتشكلون في صورة هذه هؤلاء الإنس أبي الأعراب وأمه، وهذه خاصية جعلها الله في من؟ في الجن. فيأتيه أبوه يمشي على عصاه، وتأتيه أمه متلفعة بمرطها، فيأتيان إليه: يا فلان أبوي أمي. فيقوم إليهما ويرحب بهما: ألم تكونوا أموات؟ قالوا: كنا أموات، وأحيانا ربك الذي مر عليك ودعاك وكفرت به. فيذهب ما بقي عنده من علم، ويزول ما معه من إيمان ومن عقل بهذه الشبهة، فيذهب يطلبه يبحث عنه يظنه ربه. هذا صنف من أتباعه. الصنف السابع، ها الصنف إيش؟ الثامن. قم واقفا، عد الأصناف السبعة أتباع الدجال. ها، كل كافر ومنافق ومنافقة، واليهود عموم اليهود أصبهان وغيرهم، والنصارى المثلثة والأعراب. ها، باقي ثلاثة: الوثنيون، ها، والنساء، والقبوريون. خلاص، هذه سبعة. الصنف الثامن من أتباع الدجال ضعاف الإيمان من الشباب والرجال، ضعاف العلم والإيمان، سيتبعون الدجال لأنهم سينخدعون بزبرقه وتغرهم فتنه، وسيرديهم بالشبهات التي يروجها عليهم والشهوات. الخوارج والدواعش أضلوا شباب المسلمين بالشبهات، وليس معهم أي خارق من خوارق العادة، واتبعوا هؤلاء الكذبة، أليس كذلك؟ وبالشهوات. أعطيكم على هذا مثلا مقاربا: كم خدع من المسلمين باللاعبين والمغنين والماجنين؟ قليل أو كثير؟ يعجبون بهذا اللاعب والمغني الذي ليس عنده أي خارق من خوارق العادة، إنما يحرك الكرة بين رجليه، أو أوتي صوتا فيطيح الناس تحت قدميه، ويتركون الصلوات ليشاهدوه يلعب أو يغني، وليس معه أي خارق من خوارق العادة. انظروا إلى عظيم الإضلال بهؤلاء، كيف لو خرج على هؤلاء الدجال الذي معه الخوارق التي لا قدرة لأحد على دفعها إلا بالإيمان. النساء انخدعن بالموضات والألبسة والمكياج والعطورات والزينة، وبالمغنيات والممثلات، وليس مع هؤلاء أي خارق من خوارق العادة. لو ظهر عليهن الدجال يسلب عقولهن وقلوبهن، إلا من ثبتهم الله جل وعلا بالقول الثابت. هؤلاء أصناف ثمانية دلت الأدلة على أنهم سيتبعون الدجال. إذا عرفت هذا أيها المؤمن أيها المسلم فانجو إن استطعت النجاة، انجو إن استطعت النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن، يكررها عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أصناف الدجال على جهة التفصيل بما يناسب المقام. الأذان قريب، ها؟ نعم. وله عن أم شريكنا أنها سمعت وله عن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. ها، حديث أم شريك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليفرن الناس من الدجال.
من الناس الفارون من الدجال؟ المؤمنون الخائفون على دينهم وإيمانهم، وكذلك من يخافون ظلم مسالح الدجال وزبانيته وجنده. فقالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. دل على أن العرب في آخر الزمان إيش؟ يقلون، والمراد بالعرب ها هنا المؤمنون. وأما العرب الكافرون والمنافقون فإنهم سيكونون ماذا؟ ضحايا وأتباعا للدجال إذا غلب عليهم بشبهاته وبشهواته وفتنه. نعم. وله عن عمران رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. يعني أنه أعظم الفتن وأشدها وأشنعها من آدم إلى قيام الساعة، ولأجل هذا حذر الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام أممهم من الدجال. حذر منه نوح وهو أول الرسل عليهم السلام، حذر منه إبراهيم وموسى وعيسى، وأشد أنبياء الله تحذيرا منه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافرا. وفي رواية: وفي رواية بعد الحروف أي كافر، وفي رواية ثم تهجاها كافرا، ويقرأه كل مسلم. وله عن حذيفة. نعم، في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنذروا وحذروا أممه المسيح الدجال، وأن الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربنا ليس بأعور، لأن الله له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به، لا تشبهان أعين المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مكتوب بين عينيه أي في جبينه، بين عينيه يعني في جبينه، مكتوب كافر، يقرأها كل مسلم سواء كان قارئا أو غير قارئ، عالما أو غير عالم. بماذا يقرأها؟ بإيمانه وتوحيده واستقامته على دينه، وأنه لم يجامل ولم يزايد فيه. نعم. وله عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر معه جنة ونار. ها، في هذه الرواية عن حذيفة بن اليمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور العين اليسرى. طيب، الرواية السابقة أنه أعور إيش؟ العين اليمنى. هذا حديث ظاهره التعارض، فكيف نجمع بينه؟ أهل العلم لهم طريقة ومنهج، وهي طريقة أهل السنة والجماعة والراسخون، وطريقة الراسخين في العلم أنه إذا وجدت أحاديث ظاهرها التعارض حاولوا أن يؤلفوا بينها، لأن التعارض ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من فهم الفاهمين، فإن أمكن الجمع فالحمد لله، إن لم يمكن الجمع يقدمون الروايات بعضها على بعض. والجمع ها هنا وارد، فإنه في حديث حذيفة أنه أعور العين اليسرى أي بالنسبة للرائي، أما بالنسبة للدجال نفسه فإن العور في عينه إيش؟ اليمنى. هذه العين اليمنى بالنسبة لك أيها الرائي، وش تكون لك هذه؟ هذه يسرى، لأنها على جهتك اليسرى. من صفته أنه جفال الشعر أي قطط شديد الجعودة، معه جنة ونار، جاء في الزيادة في الحديث: فناره جنة وجنته إيش؟ نار. أي أنه لا يفتن المؤمنين، فإنه يزبرق على العيون ويقمر عليها ويخيل لها، حتى إن جنته التي يراها الناس بعيونهم أنها جنة هي في الحقيقة نار تلظى وعذاب،
أما ناره التي تسحر الناس وتخوفهم وترهبهم أنها نار وعذاب هي في الحقيقة ماء بارد. ولهذا في الحديث الآخر قال: فمن أدركه منكم فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فليأتي ناره فإنه ماء بارد، صلى الله عليه وسلم. نعم. وله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا. فإما أدركن، أي أدرك الدجال أحدكم وامتحنه وابتلاه، فليأتي ناره المتأججة فإنها ماء بارد. نعم. وليفصحن ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه. يفصحن يعني يزيل ما عليه من لباس. أي نعم. وليفصحن ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يعني يقرأ أو لا يقرأ، متعلم أو غير متعلم، بماذا يقرأها؟ بما معه من الإيمان والتوحيد وتعظيم الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وله عن أبي هريرة وله كلها في روايات مسلم في صحيحه. اي نعم، احسن الله عملك. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. في الحديث أن النبي بين لنا في الدجال أشياء لم يبينها الأنبياء عليهم السلام قبله، منها أنه أعور، إيش؟ أي عن اليمنى، أن معه جنة ونار. ولهذا يدل على أن إنذار الأنبياء قبل النبي إنذار عام مجمل، أما الإنذار والوعيد التفصيلي فقد جاء به سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال: وإني أنذركم، أي أحذركم الدجال، كما أنذر به نوح قومه. دل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حذروا وأنذروا وتوعدوا أممهم من هذه الفتنة، وهذا حق الله على الأنبياء أن ينذروا أقوامهم عن كل ما يعلموه لهم من شر، لأن هذا من نصحهم لهم ومن بلاغهم البلاغ المبين لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. وله عن نافع رحمه الله تعالى: ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. له، أي لمسلم، من حديث نافع عن ابن عمر، لكن ها هنا كأنه مرسل، وهذا اللفظ المرسل جاء صحيحا في ألفاظ مسلم أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، أي بيضة مفضوخة ما فيها البؤبؤ الأسود، وهذه في علامة خلقية من علامات الدجال. نلخص علامات الدجال الخلقية: أولا أنه ليس بالطويل وليس بالقصير بل وسط ربعة. ثانيا أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة مفضوخة طافئة بيضة. ثالثا أنه شديد الجعودة، جعودة الشعر. رابعا أنه أجلى الجبهة، جبهته عريضة حتى إن شعره يبدأ من نصف رأسه. خامسا أنه مسخ في خلقته، خلقته ذميمة ودميمة حتى على عينه جلدة غليظة. سادسا أنه أحمر البشرة. سابعا غليظ الرقبة وعريض ما بين المنكبين. ثامنا أنه أفجح القدمين، أفجح القدمين. هذه صفات خلقه. أيضا أنه عقيم لا ولد له، ليس له عقب، ويولد من أبوين يبقيان 30 سنة لا يولد لهما. هذا وصفه الخلقي. وصفه الخلقي أنه شرس وخبيث وكذاب ودجال
يدعي أولا أنه ولي ويؤيد بالخوارق، ثم يدعي أنه نبي ويزداد أتباعه، إلى أن يبلغ منتهى شره وخطره في ادعائه ماذا؟ أنه رب العالمين. الدجال له زمان، لا يخرج الدجال إلا إذا قرب الزمان من نهايته، وإذا فسد الزمان بفساد أهله. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الدجال سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، فإذا وقع ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. من علامات خروجه أيها الإخوة كثرة الفتن وضياع الدين وانتشار الكفر. من علامات خروجه أن يقل ذكره بين الناس. روى الإمام أحمد بإسناد جيد عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. هذه علامة، يذهل الناس عن ذكره، لم ينسوه وإنما ذهلوا. الموت أحد ينساه؟ أحد ينسى الموت الآن؟ لا، لكن الناس في غفلة وفي ذهول عنه، يتخطف الموت غيرهم ويقول: توي أنا باقي لي أبعيش 100 سنة. هذا الذهول. لا تقوم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، لانشغالهم بالدنيا وبالمتاع وبالأولاد والوظائف والمال، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، منابر الدرس، منابر الوعظ، منابر الجمعة، منابر الإعلام. متى سمعتم حديثا في التحذير عن الدجال؟ قل أو كثر؟ قل جدا. لي ينسى الناس الدجال ثم يخرج عليهم خلة، أي فجأة وعلى حين غرة. مر علينا في حديث النواس في صحيح مسلم: إنه خارج خلة، أي غرة فجأة، بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. في زمن ليس بالبعيد كان لا يأتي وقت إلا ونسمع خطبة عن الدجال وموعظة عنه وذكرا لأحاديثه وقراءة لها في المساجد وتذاكرا لها في مجالس الناس، لكن مع الغفلات ومع متاع الدنيا والانشغال بها والأولاد غاب الناس ذكر الدجال عنهم، ولهذا يخرج عليهم على حين غرة فيفتتنون به أعظم افتتان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا أحد يا فرد يا صمد، اعصمنا والمسلمين أجمعين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من فتنة المسيح الدجال، اللهم لا تبقنا إلى زمانه. اللهم إذا سبق في علمك وقدرتك وقدرك أننا نبقى إلى زمان، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم لا تجعلنا ممن ينقاد له أو يتبعه أو يضل به. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وغلاتنا وأحبتنا من المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: هل الدجال قتل الشاب المؤمن عندما قذفه؟ لا يا أخي، هذا الشاب المؤمن الذي هو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين وهو خير الناس، يقذفه الدجال من رجليه فيري أتباعه أنه قذفه في ناره، وفي الحقيقة إلى أين ذهب؟ إلى الجنة، ولا يستطيع الدجال قتله بل يعجز عن ذلك، والله أعلم. مع الدجال جنة ونار، فكيف يكون ذلك؟ إذا مد الله بعمرك وأدركت ذلك تعرف كيف الجنة وكيف النار. ألم يخبرك النبي عليه الصلاة والسلام معه نار تلظى تمشي ومعه نهر يمشي، فناره في الحقيقة ماء بارد،
جنته في الحقيقة نار تلظى. نبيك يتكلم بالكلام العربي الواضح، لكن المشكلة فينا نحن، على قلوبنا غشاوة، لا نفهم الكلام حتى يكرر لنا، وأحيانا يسلبنا هول الخبر عن أن نستوعب الكلام. أبانا صلى الله عليه وسلم عن فتنته إبانة عظيمة، سيأتي أن معه جبال من خبز وجبال من طعام، يمر على الخربة فتتبعه كنوزها، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. فتنته لا يستطيع عقلي وعقلك أن يدركها، والله أعلم. يقول الشاب الذي يلقيه الدجال في النار فيدخل الجنة، كيف يدخل وهل يموت في نار الدجال؟ لا، لكن الله جل وعلا هو الذي يقبض روحه، ويرى أمام الناس أنه في النار وهو في الحقيقة ليس في النار، بل مآله إلى الجنة. هل الدجال حي الآن؟ نعم هو حي، هو حي في جزيرة من جزائر البحر، والله جل وعلا جعل له خصائص فوق خصائص البشر، فوق خصائص البشر، ولهذا حي لا نعلم أين حياته، ولا يمنع أن الله يبعثه عند الناس بعثا بهذا الوصف الذي أخبرنا أنه يولد من أبوين عقيمين، والله أعلم. ذكرت في درس الأمس الموالي، ما المقصود بهم؟ هذا جاءت في الأحاديث، والموالي الذين لا ينتسبون إلى قبائل عربية معروفة، إما أنهم كانوا أعاجم ثم دخلوا في الإسلام وتوالدوا، هؤلاء هم الموالي. من وصف الدجال في حديث تميم أنه عظيم الخلقة، ومما ذكر أنه وسط، يعني عظيم الخلقة بالنسبة للآدميين، بالنسبة للبشر كأعظم الناس خلقة، ما هو بأنه كالجبل، انتبه، عظيم الخلقة بالنسبة إلى الآدميين ضخم، كما ترى الرجل طويل فارع وعريض تقول هذا عظيم الخلقة، أي بالنسبة للآدميين، والله أعلم. يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لآدم أخرج بعث النار فيكون من كل 1099، لا، الرواية الصحيحة في الصحيحين من كل 1999، هؤلاء من سيدخل النار من ذرية آدم، دل على أن أكثر ذرية آدم إيش؟ كفار، ولهذا قال الله جل وعلا عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في فرعون، وقال في نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام وإن تطع أكثر من في الأرض إيش؟ يضلوك. إذن أكثر بني آدم كفار، لكن من لطف الله بنا أن من هذه الأمة واحد، وأكفاؤهم 999 في النار من يأجوج ومأجوج. الكفرة، هل الجساسة هي الدابة التي تكلم الناس؟ سيأتي باب خاص في الكتاب عن الدابة، ومن الأقوال فيها أنها هي، أن الدابة هي ماذا؟ هي الجساسة. والصحيح أن الدابة لا نعلمها، قد تكون الجساسة وقد تكون غيرها، لأنه لم يأتنا فيها علم نبني عليه، والله أعلم. هل من يتوفى الآن قبل المسيح الدجال هل يفتن؟ نعم، يفتن بفتن غير فتنة الدجال. من مات قبل ظهور الدجال هذا بإذن الله سلم من شره ومن فتنته، لكن هل يسلم من غيرها من الفتن وما أكثرها؟ لن يكون ذلك إلا بالإيمان. فأنت سر ربك السلامة، وابتغي بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب العصمة، وهذا ما سيكون إن شاء الله في الدرس القادم بعد صلاة المغرب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.